عرضت مدينة القامشلي السورية الحدودية مع تركيا لهجوم انتحاري يوم أمس الأربعاء. وفقا لوكالة سنا السورية للأنباء، أسفر على الهجوم الإرهابي عن مقتل 52 شخصا وإصابة أكثر من 170 آخرين بالجروح. تفجير انتحاري هز مدينة القامشلي في حوالي الساعة 10 صباح أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقالت وكالة سانا السورية للأنباء إن سيارة ودراجة نارية ملغومتين فجرتا في منطقة غرب المدينة، ما ألحق أضرارا بالعديد من المباني المحلية وبعض البنى التحتية، فضلا عن حصيلة قتلى قابلة للارتفاع في ظل تواصل أعمال البحث والإنقاذ. وقد دعت الحكومة المحلية المواطنين إلى التبرع بالدم. هجوم إرهابي جديد هدفه وفق تقارير مركز للشرطة قريب ومبنى حكومي ينفذه تنظيم داعش في مدينة القامشلي السورية ذات الغالبية الكردية على الحدود مع تركيا، والتي طالما كانت هدفا للهجمات الانتحارية خلال هذا العام، الأمر الذي أدى إلى سقوط الكثير من القتلى.